حقيقة موضوع الأموال المرصودة لمحافظة نينوى وما تم تخصيصه للمحافظة من مبالغ يعني يجب أن تكون أمام الرأي العام، خصوصا في ظل هذا الجدل الذي نشهده هذه الأيام ما بين النواب وما بين الحكومة المحلية. يعني نحن نطالب بأن تكون الأمور واضحة أمام الجمهور في محافظة نينوى وأمام الرأي العام. يعني حقيقة هاي الأموال خصصت للمحافظة، خصصت لأهالي محافظة نينوى الذين يعانون الأمرين. اليوم ما زالت المنطقة القديمة مهدمة، ما زالت البنى التحتية يعني شبه معدومة في المحافظة، ما زال المرضى يعانون، ما زال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تخصيصات وإلى معالجات ولم تشهد إلى الآن يعني معالجات لها. يعني ما خصص، ما يقال أن هناك مبالغ كبيرة خصصت، يعني نحن نشهد اليوم حقيقة إعمار الطرق، إعمار في الجسور في بعض المنتزهات، لكن ما زالت المحافظة بحاجة إلى الكثير من العمل، ما زالت البنى التحتية مدمرة، ما زالت المستشفيات، ما زالت الكثير من الملفات العالقة التي تحتاج إلى تخصيصات حقيقية، إلى يعني سرعة في الأداء. يعني هذا ما نطالب به اليوم. يعني حقيقة هذا اليوم هو دور النواب الذين تم انتخابهم من قبل المحافظة ومن قبل أبناء المحافظة ليمثلوهم في المجلس التشريعي الذي هو بدوره يلعب الدور الرقابي في ظل غياب مجلس المحافظة. يعني نحتاج نحن اليوم من نوابنا إلى التحرك و يعني متابعة هذه الأمور، كذلك نحتاج من الحكومة المحلية اليوم إذا كانت هذه المبالغ هي حقيقة مخصصة لا توازي يعني شيء من ما تم إنجازه على الأرض. يعني نحن نحتاج إلى كشف كل هذه الأمور أمام الرأي العام ومن ثم محاسبة الجهات المقصرة ويعني العمل بشفافية وبنزاهة أكثر لإنجاز كل هذه الأمور.